صد رد على انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي مش دراما. صد رد مع انجي المقدم. الفن لعبة جماعية طبعا، احنا كلنا عناصر كتير فيها. لو هتكلم على التمثيل يعني او الفن كذا حاجة، بس لو هنتكلم على التمثيل، في ممثل، في مخرج، في كاتب، في مصور، في عمال إضاءة، في ستايلست، في ماكير، في كوافير، يعني منظومة كده كاملة لازم كلها كده تبقى متناغمة وفاهمة بعض ومذاكرة ومستعدة وبتعمل الأقصى ما في وسعها انها تقدم شغلها حلو، عشان في الآخر النتيجة الأخيرة تبقى تليق بالمشاهد. صد رد مع إنجي المقدم. الخط الفاصل بين الهواية والاحتراف، لما تبدأي ما تستمتعيش بشغلك أعتقد هتبقي محترفة، بس يعني لازم تفضلي كده هاوية كتير، حتى لو بتاخدي فلوس وحتى لو بتعمليها هي دي ده شغلك يعني، بس لازم انت بينك وبين نفسك تبقي كده طول الوقت حاسه انها هوايتك، بتمارسي هوايتك، ما تقدميش تنازلات يعني، مش ما تبقيش بقى بتعملي حاجه وانت مش طايقه نفسك علشان خلاص انت محترفه، انت لازم تعملي اي حاجه، انت لازم، انت عايزه دلوقتي فلوس، انت لازم تكوني موجوده على الساحه، انت لازم. لا بصي، انا وقعت سنه كده في حته الاحتراف فتره كده، كانت حساباتي غلط، بعدين لميت نفسي بسرعه، رجعت خط، رجعت كده الخط اللي ورا عند الهاويه. صد رد مع إنجي المقدم. كارت اصفر لما يبقى في استهبال، ما فيش تقدير، ما يبقى في كده استهتار بشغل الواحد، يبقى ده خط اصفر، لا خلي بالك هنا، صحصح كده فوق للون. خط احمر لو في بقى قله ادب او تجاوزات، ده خط احمر. صد رد مع إنجي المقدم. بعتمد على الاثنين، خطه وحظ، بحاول ان انا احط خطه كده مبدئيه وانا ونصيبي، لو الحظ لعب لعبته معايا والخطه دي مشيت زي ما في دماغي كان بيها بتطلع الحاجه ظريفه وكويسه وزي ما الواحد كان يتمنى، لو حطيت الخطه وما مشيتش والحظ ما لعبش لعبته خلاص انا عملت اللي عليا واجتهدت وحطيت خطتي بس مفيش نصيب. صد رد مع إنجي المقدم. دكة الاحتياط بالنسبة لي مش موجودة بقى، أنا ما معهوش هقعد على الدكة، أنا مش عايزة أقعد على الدكة يعني، مش عايزة أشتغل حاجة أنا مش حباها ومش عايزة أني أقعد يعني كده، عايزة أشتغل حاجة أنا حباها، بس لو هتخيريني أقعد ما أشتغلش حاجة مش حباها يعني. أنا السنة دي قلت لو ما جاليش حاجة عجبتني أنا مش هشتغل. صد رد مع إنجي المقدم. ما فيش عمل خد مني وقت ضايع، لانه ما فيش وقت ضايع، انت بتشتغلي طول الوقت وده مش ضايع، عمره ما بيروح هباء يعني، بس خد وقت اضافي ووقت زياده، يمكن العمل اللي انا فيه ده احتاج وقت اضافي كتير قوي يعني. انا بصور دلوقتي ليالي اوجيني وده بيتعرض في رمضان واحنا لسه شغالين اهو في التصوير، خد وقت كبير قوي في تحضيراته وفي الاستعدادات ليه وفي مذاكرته وفي بروفات ترابيزته وفي رسم الشخصية، خد وقت، بس ما اعتقدش ان ده هيكون ضايع ابدا، بالعكس ان شاء الله خير، هتتبسطوا يا جماعة ان شاء الله. صد رد مع إنجي المقدم. تنفيذ إناس سلامة الشواف. الوقت اللي بجهز فيه وبستعد فيه للدور من اول ما بيجي لي يعني، اول ما بيجي وبوافق عليه ببدا بقى افكر، ها الشخصيه دي ايه، اجيبها منين، مسكتها ايه، شكلها ايه، تتكلم ازاي، ابدا افكر من اول ما بوافق. امتى بقى هنخش التصوير بقى احنا وحظنا، لو ممكن نبقى داخلين بكره ممكن نبقى داخلين كمان شهر شهرين، بس اول ما بيتم الاتفاق خلاص ببدا اجهز. صد رد مع إنجي المقدم. في الاستاد بتاع
علم النفس ده استاد ممتد ما بيخلصش، عارف، استاد كبير قد البحر، مكمل معايا لانه انا لما درسته ده كان هدفي منه، انه هو حاجة ما كنتش يعني فترة كده كنت اقول ممكن اشتغل بيه، بس لا، ما كانش ده طموحي اني اشتغل بيه. انا كان طموحي ان انا هيفيدني في تربية ولادي، هيفيدني في طريقة تعاملي مع الناس، هيفيدني في، انا غوية بحبه يعني. فده استاد واسع قوي. استاد الاذاعة او تقديم البرامج اخد وقت وفادني، بس كانت مرحلة، كان استاد كده انتقالي كده مرحلة يعني، وخلصت. استفدت منها جدا واستمتعت بيها جدا وخلصت. استاد التمثيل بقى ده المتعة بقى، ده اللعب بقى كده بمزاج. انا قاعدة ايه، عارفة، بلعب بحرفنة مش حرفنة يعني، بس قاعدة بتمزج يعني، قاعدة كده بلعب بمزاج، بنطط الكورة كده يمين وشمال وزي ما تيجي بقى، يمكن اجيب جون ولا حاجة. صد رد مع انجي المقدم. ايه التشكيل اللي انا نفسي العب بيه؟ لا كتير، راس حربة يكون مثلا كاملة ابو زكري، مثلا تامر محسن، زملاء كتير قوي بقى، اللي هيكون فرود واللي هيكون هداف. بصي انا فاشلة في الكورة، انا بحاول اجاريكي بس يعني هيكون تشكيل لطيف، ناس كتير قوي من الزملاء اللي لسه احب اشتغل معاهم. طب انا بحب تشكيل حكايات بنات، بحبه يعني، بسطت فيه قوي وكان لذيذ ودمه خفيف. بحب تشكيل 30 يوم، بحب تشكيل لا تطفئ الشمس، بحب تشكيل ليالي اوجيني جدا بقى جدا، انا مستقنياسه قوي بتشكيل ليالي اوجيني. الحاجه اللي بتكون موجوده في التشكيل وبتفرق معايا جدا وبتبسطني، الروح، الاحتراف، المهنيه، الطاقه الايجابيه، ان كل فرد في الفريق يكون بيدي اقصى ما عنده، ويكون حابب اللي بيعمله، ويكون عنده بيشتغل بشغف. الشغف هي دي الكلمه اللي بدور عليها، احسن حاجه او اهم حاجه عندي في تشكيل الفريق الشغف. صد رد مع انجي المقدم. عندي مدير فني، مديري الفني هو جوزي، هو الايجنت بتاعي، وهو اللي برجع له في كل حاجه، في قراراتي واختياراتي، وهو اللي بيهزقني لما ببقى مش بذاكر مش بعمل اللي عليا، لما بستهبل احيانا، وهو اللي يعني بيتكلم باسمي في كل حاجه. لما مديري الفني بيقول لي على دور ما عملوش، غالبا بنسبه 90% انا ببقى مقتنعه بكلامه، شايفه وجهه نظره. صد رد مع انجي المقدم. بسخن للدور باني بتفرج على افلام كتير، ممكن تكون حاجات ده في المطلق في العادي بقى يعني، عندي مخزون يعني، ممكن تكون حاجات لو انا زي ليالي اوجيني مثلا، انا بعمل دور واحده تليانيه، قعدت اتفرج على افلام تلياني كتير جدا، قعدت اذاكر تلياني، قعدت اخد دروس، بسمع طول الوقت المشاهد في وداني، طول الوقت في سماعات، ده جزء من اللياقة قبل الماتش. في المطلق بقرأ، بذاكر شخصية، بتفرج على حاجات ليها علاقة بيها، بقرأ حاجات ليها علاقة بيها، لو فترة زمنية معينة أحب أبقى مطلع عليها، لو في شخصية مثلا مركبة أحب أبقى أري عنها يعني، بستعد كده وبهتم بقى يعني بفضل قوي وبحب قوي أشتغل مع الناس اللي بيعملوا بروفات ترابيزة، ونقعد نقرأ مع بعض إحنا والزملاء قبل الماتش، بيبقى سهل عليا القط الحاجات. جزء العلم النفس او استاد علم النفس اللي لعبت فيه كبير ده بيساعدني قوي ان انا القط الحاجات بسرعه، ما ببقاش صعب عليا ان انا افهم الشخصيات. صد رد مع انجي المقدم. لو بنقارن ما بين تمثيل مشرف في بطولة عالمية أو تحقيق إنجاز في بطولة محلية، لو هنقارن ده أو ده أنا هفضل المحلي، لكن ما أقدرش أنكر إن أنا نفسي في تمثيل مشرف في بطولة عالمية، طبعا ده حلمي يعني، بس أبقى هناك وما تحسش وما تشافش، أبقى كده بحد رحت يعني كسبت صلاة النبي، لعبت الماتش في البرازيل وما حدش اتفرج عليه او ما حدش حس بيه، حاجه كده تمثيل مشرف، لا خليني هنا ببلدي اعمل حاجه كبيره
والناس تشوفها وتقدرها، فيبقوا بقى المديرين الفنيين والقائمين على الكرة برا يشوفوني فياخدوني بقى على ماتش احتراف بقى، ابقى زي محمد صلاح كده احترف برا. صد رد مع انجي المقدم، تنفيذ ايناس سلامة الشواف. حسيت ان انا عملت اداء كويس وما جبتش جون لا كتير، بس ده نرجع للحظ اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان انت بتحطي الخطه وانت وحظك. وبعدين مين عارف، يمكن اكون انا بالنسبه لي حسيت نفسي عملت كويس، بس في احسن، يعني فيها احسن، عشان كده انا ما جبتش جون. بصي ما بندمش، ما بزعلش على حاجه، يعني كله بتعلم منه عشان اعمل احسن واحسن واجيب بقى جون بقى واخد كاس ان شاء الله. صد رد مع انجي المقدم. لما اتفرجت على نفسي في ظرف اسود تحديدا، حقيقي اتخضيت، قلت ايه ده، هو انا ده اللي عملت ده؟ كانت النتيجه غير متوقعه، كنت بشتغل عادي، عادي، التحضير عادي والمذاكره عادي وكده، بس لما اتفرجت حبيت قوي، يعني حسيت ان ايه ده، لا ده كان لطيف. في ايه تاني، فلا تطفئ الشمس كمان، ده كان بالنسبه لي برضو خضه، يعني الرد الفعل ما كانش متوقع بالنسبه لي خالص، ده حقيقي. ما اعتقدش انه عمر حصل لي تضارب ما بين راي النقاد والجمهور، يا اما بيبقى فيه كده اجماعي لا تطفئ الشمس مثلا، كانوا الاثنين متفقين يعني عليه، ما شفتش، لا ما شفتش حاجه كان فيها تناقض. انا اللي بيفرق لي راي الجمهور وراي النقاد، بحب اتعلم منه، يعني بحب اسمع منه عشان اتعلم، بس اللي يفرق لي اللي يوصل للقلب هو الناس. النقاد طبعا رايهم مهم، بس مش هزعل لو قالوا حاجه وحشه، يعني هيبقى ليهم نظره فحب اتعلم منهم، لكن هزعل لو الجمهور قال على حاجه وحشه. صد رد مع انجي المقدم. تشجيع الجمهور ليا بيوصل لي عن طريق الشارع جدا، وعن طريق السوشيال ميديا اكيد، بحاجه بهجه كده، بهجه لما تحسي انه انت متشافه وتعبك متقدر والناس حابينك او الناس حابين دورك او الناس اتفرجوا على حاجه انت عملتيها وحبوها ومبسوطين بيها، لا كده بحاجه بتشرح القلب بجد والله، بتبسط قوي. وكنت زمان بزعل لما بلاقي حد مش عاجبه حاجه، يا بزعل قوي، وحتى مديري الفني اللي هو جوزي كان يقعد يقول لي انت عيله، لا ما هو طبعا لازم يكون في ناس عاجبهم وناس مش عاجبهم، فابتديت اهدى شويه، يعني خلاص بقى مش ما اقدرش ارضي جميع الاذواق، بس الحمد لله يعني التقدير ده وحب الناس ده بهجه فعلا، دفع كده حاجه من عند ربنا يعني. صد رد مع انجي المقدم. كاس العالم بتاعي عيلتي، جوزي وولادي، دول بالنسبه لي قبله اهم من اي حاجه في الدنيا، احلى جونين في حياتي ولادي، احلى جونين دول بقى، ها الايه كانوا في مش عارفه بيسموه ايه، بقولك فاشله، دول احلى جونين في حياتي، الحمد لله ربنا يخليهم لي يا رب. صد رد مع انجي المقدم. صانع الالعاب هو العناصر، كذا عنصر، كذا صانع العاب، يعني الورق طبعا، طبعا الاخراج طبعا، شركه الانتاج اللي بتقدر وبتكلف العمل، بتصرف عليه مش بتستخسر فيه، فدول طبعا، وطبعا النجوم او يعني الممثلين اللي حواليك بيفرق، لما يكون الاخراج والانتاج والكتابه كويسه بتشيلنا كلنا، كلنا حتى بالناس اللي قدام، يعني اللي يمثلوا قدامك. صد رد مع انجي المقدم. بلعب هجوم، الاول كنت بلعب دفاع بقى طول الوقت، بحاول اثبت حاجات ومش عارفه ايه، كنت مستعجله كده ومتلهوجه وعايزه اثبت حاجه مش عارفه ليه، يعني دلوقتي بقى كبرت وعقلت وبقى عندي خبره، فبقيت ايه، اتبسط، فلما بقيت اتبسط بقيت حاسه ان انا بجيب جوان الحمد لله. صد رد مع انجي المقدم.
ما فيش اعتزال على عشان حاجة يعني عشان سن. يفضل بقى يتبسط ويستمتع وياخدها هواية لطيفة ويتمزج ويعمل حاجات حلوة طول ما في ورق بيتكتب له حلو أو يعني بيتكتب لسنه وهو كده محافظ يعني يحافظ ما يبهدلش نفسه في العمليات والحاجات ويقدر سنه ويلعب دور أدوار سنه ويكبر كده وأدواره تكبر معاه عارفة ويستمتع لحد لما يستكفى هو يشبع يعني.